السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. لو أول مرة بتزوروني يا ريت فضلا منكم ليس أمرا بعمل فيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة لو أنتم جداد، وأهلا بكم من جديد. امبارح طلب مني في الكومنتات هو علاج لآثار الحبوب وفي نفس الوقت للحبوب حب الشباب بشكل عام، فالنهاردة إن شاء الله جاي لكم بالخطوات. بس خلوا بالكم من كل كلمة أنا أذكرها، يعني حطوها في عين الاعتبار. محتاجين للوصفة دي عشان تقضي على حب الشباب تماما الصبر ثم الصبر ثم الصبر، تمام؟ مفيش أي وصفة بتكون ساحرة تستخدميها النهاردة بكرة تعملك اللي انت عايزة، لا. محتاجين كمان معانا خل تفاح، وياريت تكون خل تفاح نقي جودته كويسة جدا. ومحتاجين كركم، ومحتاجين معانا عسل نحل او العسل الابيض بشكل عام. الوصفه دي هتتعمل ازاي؟ لحظه واحده. عفوا على التاخير. اول حاجه للمره الواحده فقط هتجيبي معلقه من الخل التفاح على نص مع كوبايه ميه مغليه مسبقا، نص كوبايه ميه مغليه مسبقا عليها معلقه خل تفاح، بتدوبها كويس وبتمشيها على بشرتك، تمسحي بقى بشرتك. دي تتعمل للمره الواحده بس، لان الخل التفاح مركز بدرجه كبيره فعشان ما يجيبلكش تعب في البشره. بعد ما بتعمليه وبشرتك بتنشف خالص بتحضري معانا الخليط. بتحضري معانا معلقه من عسل النحل، معلقه واحده بس، ممكن يكون نص معلقه لو انت وشك صغير، تمام. عليها معلقه بنفس المعيار من الكركم، بتقلبيها باي حاجه بلاستيكي او اي حاجه خشب. العسل النحل بيتفاعل مع المعدن، فانتبهي جيدا ان انت تقلبيه باي حاجه معدن، لا اما بخشب لا اما ببلاستيك. بتعملي من الخلطه بتاعتنا دي معجون، بتدوبها طبعا كويس جدا 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 لما يوصل معاكي ان يبقى معجون. الكركم هنا فايدته ان هو صيدليه متكامله، هينقلك البشره، هيتخلصك تماما من عسل من حب الشباب، كمان هيخلصك من الشحوب. لو عندك لون ولون في بشرتك معاكي هنا عسل نحل، هيعمل نفس النظام مضادات الاكسده اللي موجوده في وصفتنا النهارده، مهمه جدا مش بس للبشره، كمان الناس اللي بتعاني من الشيخوخه المبكره تقدر انها تتخلص منها. اهم حاجه ان العسل يكون بيور والكركم يكون اصلي، ويخلي التفاح يكون نقي ويستخدم للمره الاولى فقط خلي التفاح، تمام. تمام، ده الخليط بتاعنا اهو بعد اما اتعمل. بتاخديه بتمشيه على بشرتك كامله، تمام، بيتمشى على البشره كامله، وبتسيبيه عليها تلت ساعه كاملين. بعد كده بتزيلي وشك بالماء الفلتره وما تقلقيش من اللون الاصفر خالص، هينزل مع الميه. وبعد كده بتجيبي ماء الورد وبتمشيها على بشرتك. الكركم هتعمليه لو عندك الوضع كبير، يعني حب الشباب بدرجه كبيره، اعمليها 3 مرات في الاسبوع. لو عندك الامر بسيط يبقى مرتين في الاسبوع. خلي التفاح مره واحده بالليل قبل ما تنامي، دايما اعملي على بشرتك ماء ورد. ماء ورد لها فوائد كتيرة جدا 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 للبشرة، ان شاء الله هعمل لكم فيديو منفصل ليها. ركزوا في كل كلمة انا ذكرتها في الفيديو واتبعوا الخطوات بالظبط. والصبر اول حاجة، ثم المقادير، ثم اتباع الوصفة، وان شاء الله تجيب معاكم نتيجة. واللي محتاج اي حاجة معينة يا ريت تسيب لي ده في الكومنتات. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.